النادي الاهلي يا باشا لولا الضغوط اللي كانت علينا الماتشين اللي فاتوا بتاع صن داونز احنا نكسب واحد ونتعادل واحد، فاحنا كده كده هنفوز ماتشين السودان رايح جاي، الماتشين اللي هو المريخ والهلال هناخد 6 نقط ونصعد تاني كده كده ان شاء الله، يعني دي حاجه سهله بالنسبه لنا. انما الضغط بتاع صن داونز الماتشين هم دول اللي خلونا نتهزموا. موسيماني لازم يعدل من اسلوبه شويه، لان احنا اكيد شفنا امبارح الماتش كان شكله عامل ازاي. دايما بيدعي ان في اصابات وبيدعي ان في حاجات، بس انا شايف ان الفريق قادر فعلا، بس لو عدل من تكتيكه واسلوبه احسن من كده كويس. الاهلي قادر طبعا بفريقه، مجموعه لعيبته المميزه فيها، طبعا في بعض اللعيبه ممتازين، عمرو السوليه، ديانج، في حمدي فتحي، تمام، مع برضه مدرب حلو صراحه، مدرب كويس جدا، وفي برضه ميزات حلوه، تمام، عنده خطه، في بديل للعيبه، تمام. لا قادر دور مجموعات ان شاء الله ناخد اللي هيتعدى الدور ده وياخد البطوله. والله الاهلي فريق كبير وخبراته كبيره، يقدر يتخطى اي حاجه، وبعدين عنده ماتشين سهلين، المريخ فريق مش قوي والهلال فريق ضعيف، لو كسب الماتشين هنا وبعدين الماتشين هنا عنده في مصر مستريح جدا، هيصعد تاني مستريح، بس هيواجه صعوبه بقى لما يقابل حد في المصنفين الاوائل في المجموعات التانيه. احنا 4 بونت والهلال والمريخ عندنا على ارض، في كل الاحوال هنكسب الماتشين، مفيش جديد فيهم يعني. انما المفروض ان بيرسي بتاعه بصراحه يعني يريح شويه، نبدا نلعب بطاهر يظبط الدنيا شويه، بعد كده نبدا نرجع من تاني واحده واحده، ياخد فرصه واحده واحده، ما ينزلش مره واحده على طول. ان شاء الله احنا واثقين في الفرقه بتاعتنا، وان شاء الله عن الخطوه الجايه هتبقى افضل واحسن، وان شاء الله نوصل للنهايه وانا اخد افريقيا باذن الله. لا خالص ابدا، انا مش شايف كده خالص، انا شايف كل المشكله في التكتيك ضغط المباراه. احنا عندنا خامه لعيبه كويسه جدا، تمام، الدكه دلوقتي الموجوده اقوى من الناس اللي بتلعب بيبتدي بيها، تمام، ضغط المباراه مش مشكله خالص. الارهاق كاس العالم للانديه طبعا بذلوا فيه مجهود كبير، تمام، والفرقه كانت طبعا تلاحم الماتشات والتوالي الماتشات هي اللي عملت في الفرقه كده دروب البسيط ده، لما ان شاء الله الاهلي قادر يتخطى الدور ده خالص، وان شاء الله يبقى هياخد البطوله ان شاء الله. بسبب ان حضرتك بتطلع من بطوله للبطوله وعندك دوري وعندك كاس ولسه طالع من كاس الانديه وفي افريقيا، ما هو لازم احنا نعذر اللعيبه دي مبدئيا، اولا اللعيبه، فان شاء الله احنا الفتره الجايه هيبقى في تحسن احسن في كل حاجه باذن الله. هو محتاج بس يحاول يعتمدوا عليه شويه اكتر، يعني ما يبتديش كبديل، في بعض المباريات بيبتدي كبديل، لا المفروض ان هو يبتدي ياخد حساسيه المباريات من اول ما يلعب. بيرسي تاو ما قدمش حاجه للنادي الاهلي، بيرسي تاو مش لاعب نادي الاهلي، مش لاعب ينفع النادي الاهلي، بيرسي تاو على قده، ظهر في الماتشات الكبيره، انا عندي لعيبه في مصر بتظهر في الماتشات الكبيره، احمد عبد القادر لسه لاعب بقاله 4 أو 5 ماتشات بس مع الاهلي بره بيظهر وبيدي معايا. والله اللعيبه ديت بتيجي الواحد بيحس ان هي نجوم، بتلعب ماتشين ثلاثة بتحس ان هو وادي دجلة او اخر وادي دجلة. حلو، بس هو طريقته اتعرفت في الدوري المصري، بقى كل واحد هو عاوز مان، بقى بيمسكه بقى مان على طول باي حتة في الملعب بقى معاه. بس ده محتار معاه الصراحة، يعني هو اول ما جه كان 100 100، بعد كده هو وطاهر والشحات عاوزين الصراحة، ما اعرفش هم يا اما حظ عنصهم فنة الاهلي تقيل عليهم، لا اما ما لهمش حظ في الاهلي، لكن هم لعيب الكورة، لكن ممكن اللعيب بيبقى حظه وبيقف زي محمد شريف كده السنه اللي فاتت، كان مكسر الدوري وهداف الدوري، السنه دي واقفه معاه.